الفلوس. الفلوس هي الطريقة اللي بيها بنجيب أغلب احتياجاتنا، الوسيلة اللي بنشتري بيها سلع أو خدمات. كل ما كان معانا فلوس أكتر وأكتر، كل ما كانت اختياراتنا أكتر. بس للأسف في وقتنا ده الفلوس اتحولت من وسيلة بتساعدنا لغاية وهدف لحياتنا. ومش بس كده، دي بقت كمان بتحدد الطريقة اللي بنشوف بيها الناس، وكأننا طول الوقت بنشوف اللي معاه فلوس أكتر إنه أهم وأنجح من غيره، بغض النظر عن أي حاجة تانية في حياته. وكمان في ناس كتير بتشتغل لمجرد إنها تجيب فلوس وبس، وفي المقابل بتضحي بصحتها وبالوقت اللي بتقضيه مع عائلتها. وهنا خليني أسألك، لما بتيجي تاخد قرار، بتاخد القرار اللي يجيب لك فلوس أكتر ولا القرار الأنسب ليك ولظروفك؟ هتقولي بس الحياة غليت والأسعار بتزيد ولازم نكافح أكتر عشان نوفر حياة أحسن لينا ولأولادنا. هقول لك عندك حق، بس تكافح لحد فين ولغايه ما توصل لايه وعلى حساب ايه. في ناس كتير ضحوا بمبادئهم عشان الفلوس، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتضحي بحاجات اكتر واكتر، لان البحر بيحب الزياده. كان في فيلم اسمه ان تايم، بيتخيل ان الناس بقت بتتعامل بالوقت بدل الفلوس. يعني مثلا لو عايز تشتري او تبيع حاجه مش هتتعامل بالفلوس، لكن هتدفع او تاخد بالوقت. يعني لما تركب مواصلات الاجره هتكون وقت من عمرك. وهنا الفيلم بيحول عينينا عن الفلوس وبيقول لنا ان في حاجات اهم، زي ان الوقت اللي راح مش هيرجع تاني. تسمح لي اقول لك اشتغل واكبر واتطور، بس بتوازن، من غير ما تضيع حاجات حلوة في حياتك، واستخدم الفلوس وما تخليهاش هي اللي تستخدمك.